روسيا تعترف رسميا بالسلاح الليزري التركي الذي حسم حرب كارباخ، وينطلق الصاروخ TRG-230 ملم من شاحنات كاماز 63501، وهو من إنتاج روكستان، حيث يطير الصاروخ متحكما فيه بالقمر الصناعي، وفي قربه من الهدف يمرر تحكمه إلى البيرقدار TB2، وبمئة في المئة يصل إلى الهدف، وهو ما يتطلب قليلا من الذخائر. وقد اعتبرت وكالة توبكور الروسية ما جرى نقلة تكنولوجية في تعليقها على التقييم الرسمي لروسيا حول حرب 44 يوما كما تسميها موسكو. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تعترف روسيا اليوم بالسلاح الليزري لتركيا، وتعتبر أنه هو الذي دفع البيرقدار إلى النجاح، وليس الأمر متعلقا بالبيرقدار TB2، إنما في توجيه الصواريخ بالأقمار الصناعية قبل تحويل تحكمها إلى البيرقدار ومباشرتها للهدف. وهذا ما يجعل، انظروا أمامكم التقرير فيه 100% من الأهداف، وبالتالي فإن المؤونة والذخيرة تعتبر هذه الحرب هي الأقل خسارة بالنسبة للذخيرة، فهذا التوجيه لا يحتاج إلى كثير من الذخيرة، وهذا يعني نقلة تكنولوجية غير مسبوقة في الحروب الكلاسيكية والحروب التكتيكية على حد ما تقول الوثيقة الروسية. وكالة روسية شهيرة نقلت بالحرف ما كان عليه التقرير الرسمي الروسي لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن بالنسبة للبيرقدار TB2 الذي حاول الجميع أن يقلدها فشل مع أوريان بالنسبة لروسيا، وهنا يمكن القول ببساطة أن أمر التنافس حول صناعة البيرقدار الروسية فشلت. والأمريكيون يعتقدون على أن MQ-1 هي التي يمكن أن تقابلها الأوريان، هذه التي قامت بعمليات مباشرة في سوريا، لكنها كانت شبه بدائية في التوجيه وفي غيرها، والأمر يتعلق بهذه الشهادة الأمريكية باتجاه هذا السلاح. هل روسيا في هذه الحالة أرادت أن تبرر عدم وصولها إلى نسخة كما طلب بوتين، نسخة بنفس الأداء للبيرقدار؟ هل هي إجابة غير مباشرة من المؤسسات إلى ما طلبه بوتين؟ هذا الاحتمال، لكن الاحتمال الأكبر هو القول مباشرة بكشف سر حقيقي نتج عنه انتصار 44 يوما. هذا هو المهم جدا، والمسألة تتعلق بهذا السلاح الليزري، لأن المهم هو أن إطلاق الصاروخ وتوجيهه بالقمر الصناعي وبالأقمار الصناعية إلى حين ثم يعاد تحكمه من طرف البيرقدار، وآنذاك سيوجه بشكل مباشر باتجاه الهدف ويكون لديه أداء عالي. إذن نحن أمام تحكمين، التحكم الأول بالقمر الصناعي، وبعد ذلك يكون تحويل هذه اللعبة، وآنذاك التوجيه يتم عبر البيرقدار، فيتم آنذاك القصف بشكل عنيف وقوي ومحدد، وقد نقول إنه أكثر ضبطا إلى حدود اللحظة في أي حرب تقليدية سابقة. التعبير بالكامل هو تعبير روسي، وهذه هي تقريبا ترجمة عن الروسية التي تؤكد هذا المعطى. إذا المعطى الأول واضح للغاية، المعطى الثاني بالأساس هو أن الانطلاق قد يتم من شاحنات ليس بالضرورة بذاك التأهيل العالي،
إنما يمكن الانطلاق وحمل هذه الشاحنات وهذه الصواريخ. فالمسألة تتعلق ليس بالشاحنة أو المنصة التي تطلق الصاروخ، ليس هذا هو المشكل. المشكل شكل آخر، هو في التوجيه عبر الأقمار الصناعية، هذا هو الأهم من كل ذلك. لذلك فتوجيه الإطلاق ومباشرته إلى حدود المسافة الضرورية، ثم إعادة التحكم أو تسليم هذا التحكم باتجاه البيرقدار، هذا هو الذي يعتبر إنجازا ونقلة تكنولوجية في التعاون ما بين البيرقدار من جهة وما بين منصة صواريخ. يمكن للبيرقدار في أي لحظة أن تكون قد ضربت بكل صواريخها في حالة إن كانت مسلحة، ويمكن أن تكون أيضا البيرقدار الموجهة للاستعلام فقط والتجسس، يمكن أن يكون حالة إطلاق لها، ويمكن هي أن تصبح مسلحة مباشرة عبر هذه الصواريخ القادمة من شاحنات مستقلة بعيدة عن ما تحمله هي، وتحاول توجيهه نحو الأهداف التي ترغب فيها. إذن المشكل بالأساس هو في هذه التقنية المركبة، هذه التقنية المركبة، وهذا الذي يطرح تحديا بالنسبة للروس، ويعتقدون أن المسألة لا تتعلق بقوة البيرقدار إنما بقوة المنظومة، منظومة 230 مليمتر وتوجيهها. ثم هناك هذه المنظومة لروكستان هي التي تعطي الأهمية الميدانية، وهذا الذي حدث، لأن هذا التوجيه بهذا الشكل اللايزري أساسا والمتحكم فيه بهذه القوة هو الذي كشفنا عنه في حينه، وقلنا أن قوة البيرقدار هي من هذه القوة تحديدا في إعادة التوجيه، رغم أن البيرقدار غير مسلحة. الكل لم يتفهم ما ذكرنا، لكن اليوم فيه وثيقة روسية تشهد بذلك حرفيا، وهناك وكالة روسية تشهد بذلك تماما. وبناء عليه فما جرى يوضح أي منظومة، أن منظومة السلاح التركي أصبح منظومة مغلقة، يمكن أن يعمل فيها التركي من خلال مراحل. يعني نحن أمام إطلاق والتحكم في الإطلاق والتحكم من منصة الإطلاق، ثم بذلك إعادة التوجيه الصاروخي وهو في حالة إطلاق، نحن أمام توجيه صاروخي وهو في حالة إطلاق. إعادة التوجيه يمكن أن يكون متجها ثم يكون التحكم فيه بعد إطلاقه، وهذه التقنية كما هو معروف لا تصل إليها إلا قلة من الدول. لذلك فالروس يعتقدون أن هذه هي قوة الأتراك، وهذه يعتبرونها نقلة تكنولوجية بالأساس، وهذا الذي يكشف السر، إنه بتعبير الروس وهذا هو سر الانتصار في الحرب 44 يوما كما يسمونها حرب كرباخ. ونتيجة هذا الحياد السياسي، لأن العسكريين لا يقبلون أن تكون الاستنتاجات مصحوبة ولو بألفاظ، ولذلك فهم يقولون مثلا في الحرب اللبنانية ضد حزب الله واستخدام الكورنيت المطور وغير ذلك بأنها حرب 2006، هناك الحرب 44 يوما، وهكذا من أجل الحياد في نقل المعلومة وضبط المعلومة تقنيا، وكيف التصرف بها، وكيف نجحت أو لم تنجح، وكيف الإمكانية اليوم روسيا من أجل خلق ما قد يسمى ببيرقدار أو بدرون مناسب لها، لأن لا حرب قادمة دون ذلك. هذا هو الأهمية الكبرى بالنسبة لما يفكر فيه الروس حاليا، ليس فقط كمنظومة إلكترونية أثبتت فشلها في أرمينيا، ورغم 42 مليون دولار التي أنفقها الأرمينيون بخصوص هذه الانتقالة لكن لم يحدث شيء. بالنسبة أيضا للهجوم الإلكتروني،
طبيعة الهجوم الإلكتروني التكتيكي، لأن مشكلات الروس أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى رفع التقنية في الجيل الثاني النووي والعابر للقارات. هنا روسيا قوية، لكن بالنسبة لما عداها، يعني الحروب الكلاسيكية المطورة أو الجيل الثاني من الحروب الكلاسيكية أو آخر جيل للدقة، آخر جيل من الحروب الكلاسيكية المستخدمة لما يسمى بالإلكترو على العموم، فهذه النقلة لم تتمكن منها روسيا لأنها ركزت على أشياء أخرى، ولا بد بالنسبة إليها ونتيجة المبيعات السلاح بالنسبة لدول العالم الثالث وغيرها، فلا بد من هذه القفزة الضرورية نحو الحرب الإلكترونية أو الإلكترو كلاسيك، يعني أننا نحن أمام حرب تقليدية ذات وجه إلكتروني أو ذات استخدام إلكتروني، وهذا هو المهم الآن، وقد نقلت تركيا العالم إليه، ولا بد في نظر أردوغان وفي نظر المؤسسة العسكرية أن يكون حالة من السبات الآن، سبات استراتيجي للعمل، لأن اليوم الجيش والتقنية التركية أصبح عليها تسليط أضواء عالي جدا، إلى درجة أن هناك عقوبات من أمريكا من جهة، وهناك أيضا رغبة، تخيلوا أن بالنسبة للروس يرغبون في تسليم شحنة ثانية بالنسبة للأس 400 رغم تحورها وتحولها عبر الأتراك. المسألة تتعلق بالنسبة إليهم بصناعة تكنولوجيا أخرى قد تكون مسموحا بها للهند وتركيا على وجه التحديد، وهذا سيطعم أيضا الرؤية الروسية، لأنه من السهولة عندما تضيف شيئا إلى سلاح أصلي بالنسبة لدولة المنشأ فإنها تكتشفه بالسرعة الكافية ولن يكلفها شيء، لأن إما مسألة تجسس أو مسألة رؤية، لكن عندما يكون هناك تطوير للسلاح فهذا يكون إنيغماتيك، يكون أكثر لغزا أكبر ولديه نفس للألغاز لا يمكن للطرف الآخر أن يكتشفها بشكل سريع. إذن هنا نثبت مصداقيتنا مرة أخرى أن هناك ما قلناه، وأن التوجيه الصاروخي الآن هناك وثيقة رسمية روسية في الموضوع، وهناك أيضا تقارير بالنسبة لوكالات روسية يثبت أن ما قلناه في الحرب أذربيجان كان دقيقا جدا في نقل الصورة التي كان عليها الوضع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.